هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل. سيبكم من اللابتوب ما يخصكم. اهلا في فلوج جديد. اكشلي هذا الفلوج بداته قبل لا ينزل الفلوج الاول، ما ادري كيف كان الرياكشن حقكم، عجبتكم الفكره ما عجبتكم، اتفرجتوا اي هاف نو ايديا، بس بنكمل اتس اوكي كاز اي لاف ات. اهلا في يوم جديد، اليوم حيكون يوم بسيط خفيف لطيف. قررت دوبي اني ابغى اصور سبوت لايت واحده، ابغى اصور انه اكثر من اوتفيتس واخليكم يعني تختاروا منهم انه 1 2 ولا 3. ثاني لسه ما حدد، بس برضه حيكون فاشن ريليتد، يعني تنسيق ملابس بلون محدد ولا لخرجه محدده او وات ايفر، دزنت ماتر. هذه كاميرا استخدمت، دقيقه خليني اوريكم هي. هذه الكاميرا اللي اصور فيها فيديوهات حقت اليوتيوب، سوني، هذا اسمها ZV-E10. العدسه اللي تيجي معاها عدسه عاديه كده صغيره، ولكن كنت لابسه الكاميرا زي كده، كنت في المطار وكنت لابسه معاها باك باك، فواقفه عند عند حق الجوازات، فابى اطلع جوازي من الشنطه، فجيت ابى افك الشنطه ومسويت زي كذا، ويعني سبت على اساس ان الشنطه في الجهه الثانيه، وفي الحقيقه انا شلت الستراب حق الكاميرا، طاحت الكاميرا وانكسرت العدسه حقتي، فرحت اشتريت هذه العدسه، وبعدين هذا برضو المايك اشتريته، هذا يخرج زي كذا، يعني الكاميرا العاديه يعني فيها المايك اللي فيها، بس عشان انا دائما الناس تقول لي ان صوتي واطي، وخاصه ان الكاميرا احطها بعيد وانا اوقف بعيد عشان اخيطه زي كذا، فاشتريت هذا المايك اللي عجبني فيه، تشبك على طول خاص فوق، ما يحتاج سلك واشبكه في الكاميرا، لا خلاص هو كذا يعتبر مشبوك. في له اكثر من اوبشن، اول اوبشن ريسيفر، مثلا قاعدة اصور فلوج في الشارع اقدر بس اخليه على الريسيفر، ولما اتكلم المايك ياخذه من نفس هذا القطع، هذا القطع هي الريسيفر، فياخذ منها ويصير اتكلم وصوتي يجي في الكاميرا واضح وصافي وما في صوت ازعاج ولا في صوت حاجه. بعدين الاوبشن الثاني مايك، هذا هو المايك نفس الشكل زي كذا كليبس، عادة انا البسه يعني اشبكه ورا في البنطلون او في التنورة او في وات ايفر ايش لابسه، وادخله من جوه البلوزة وبعدين اشبكه يعني زي كذا، يصير عشان السلك لا يبان، يريحني عشان انا من جد سم تايمز من غير ما احس فجأة ابدا اهمس، من غير ما انه من غير ما ادري، يعني مثلا اكون اتكلم انه دحين حنخيط البنطلون بعدين فجأة صوتي يروح، فعشان كذا احس افضل خيار لي انا انه المايك يكون اصلا هو قريب مني انا، عشان مهما اتكلم بصوت واطي يقدر يلقط الصوت مرة صافي ومرة كويس. يعني اغلب الاوقات لما مثلا يكون تنثي زاعق برا او احد مشغل تلفزيون او احد بينادي احد، ما يبان ما يطلع الصوت في الكاميرا ابدا، بس يطلع صوتي انا. كلهم من سوني اللي هي نفس البراند حقت الكاميرا حقتي. وفي اوبشن ثالث اللي هو ميكس، ياخذ صوت من المايك او من الريسيفر، هذا ما مو عادة استخدمه، استخدم لما يكون في احد معايا، يعني مثلا في الفيديو حق اتاك اون تايتن اللي صورته كان في روتانا، عشان روتانا كانت جالسة ورا الكاميرا وانا جالسة قدام الكاميرا بصور، فلو بس خليت الصوت يجي من المايك ما كان حيطلع صوتها ابدا، فكنا مسوينه ميكس، فهي لما تتكلم ورا الكاميرا يجي صوتها في الريسيفر، ولما انا اتكلم يجي صوتي في المايك. ماني فاكره كان بكم، بس هذا طلبته من امازون، حاطين لكم رابط الكاميرا والعدسه والمايكات كلها تحت في صندوق الوصف، ولو لقيت اكواد برضه بحط لكم. اوكي بس الزاويه ما ابغاها هنا، بحعدل الزاويه ابغاها في النص بالضبط، خلي الاضاءه، هحاول احط الكاميرا بعيد كفايه لدرجه انه لما اوقف يبان الاوتفيت كامل ويبان الشوز كمان، يبان الدولاب شويه. اوكي خليني اوريكم دوبا ماما اجابت. شوف هذه الطرح ضربتها من انستغرام، خليني بعدين اسالها ايش الحساب. شايفين كيف اللي هذه قبل فتره في تيك توك كل البنات اللي كانوا يتحجبوا زي كذا، البنات اللي اول مره يتحجبوا كانوا يستخدموا دي لانها سهله عليهم. شايفين كيف تتلبس زي كذا، وفي هذه القطعه تدخلوها من جوة اللبس، يصير حتى مهما ايش صار يعني ما يعني ما تبان رقبتكم، ما يبان هذه المنطقة وزي كذا. في هذه اللي تمسك الراس، وبعدين عندكم الطرحة لو انتم عادي وتلبسوها زي كذا اتس اوكي، لو لا تبي يكون شكلها زي التراديشنال طرحة تقدموا هذا الجزء زي كذا، كأني لابسة غترة، شكلي زي البنات اللي في انستغرام حقون الفاشن اللي زي كذا كتاكيت، وبعدين تحط حلقة ومدري تلبسوها كذا، او تقدروا تودوا الاثنين على ورا، حلوة لو في السفر في زيب لاين مثلا في السفر ومبسوطة ولافة طرحتك عادي، وبعدين فجأة تبدأ تتفك، طب أنا أوريدي فوق في السما، فيا إما الطرحة حتطير يا إما أنا حطير، بس لو هذه أكثر شيء حيصير إنه حيطير دول الاثنين زيك على ورا، حيصير شكلك يضحك شوية، بس أتليست لسه طرحة ماسكة فيك، فهمتوا؟ هذه عجبتني، حتى تحسوها إنه مور إليجنت، كذا تحسوها إنه متعوب عليها، مرة أي لايكت بصراحة. في انستغرام حسابات كثير، بس حسأل لكم ماما أي حساب طلبت منه، خليني أروح أصور السبوت لايت حقتي وبعدين أرجع لكم. Good morning guys. صحيت من قيلولة، كانت ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات ما عندي أي فكرة، بس أنا دوبي متفرجة واندا ولوكي
وينتر سولجر وفالكن. فلكم أن تتخيلوا قديش إن حلمي كان كرييتيف وفيه له سحر وأكشن ومسدسات، واللي ما كنت حابة أصحى بس اضطريت إني أصحى عشان لازم أخلص الفستان. بس بقي لي أسوي ثانية الكم، ثانية الديل ما سويتها أمس. ماما اليوم حتوديني البحر عشان أصور النتيجة النهائية، لأنه ما عندي سيارة وما أعرف سيارتي متى تخلص، فلازم استغل هذه الفرصه انها حتوديني. الصراحه امس غصبت نفسي اخذ هذه القيلوله، يعني مو امس يعني قبل شويه، عشان حسيت ما حقدر اواصل لين الساعه 10 واروح البحر في نفس الوقت. اليوم في الليل كده على الساعه 8 عندي ايفنت، لو واصلت وبعدين رجعت البيت بعد البحر حنام وما حصحى الساعه 8. هذا احسن اختيار، ما باقو. اوكي جماعة، صحصحت، سويت ماي مورنينج روتين، سويت قهوة، شربت القهوة، دحين حرفيا بس قاعدة ابغى اخلص خياطة الديل قبل لا ماما تجي تداهمني عشان ابدا البس وزي كذا عشان نروح نصور. ام سو اكسايتد، لو خلصت تصوير اليوم ما راح اكون فخورة بنفسي، عشان خلاص يصير بس يبقى لي اقعد امنتج زي كذا. خلونا نخلص شغل بسرعة بسرعة عشان نلحق نرجع ننام عشان الايفنت اللي في الليل. الفستان وفشلي خلص، بس ابغى اكوي عشان في الصور يبان مرتب، يصير حط ميك اب. اوكي فستاني جاهز، بحط زي كذا زي بندانه على راسي عشان انه كذا يصير اللوك كانه اوفر اكسترا. بس المشكله انه القماش الباقي حق القماش في غرفه ثانيه، الغرفه الثانيه امس انا وسام لقينا فيها وزغه، فخايفه اروح الغرفه الثانيه عشان خاطر الفيديو. حطيت تحت الباب منشفه، وبعدين حطيت كراتين السلاح، بس باخذ القماش واهرب. بسم الله. I don't like this. احس انها تمشي عليا. اوكي سوف اطلعي. اخذت باقي القماش، اتمنى ان الوزغه ما كانت متسوسه جواته. اللي دحين ابغى اسويه، ابغى اقص مستطيل، البس طرحة عاديه، بعدين ابغى احط البندانه من فوقها، وبعدين كذا الفستان، بعدين شنطه لون ازرق، بعدين كعب لونه احمر. خلينا اخلص كل هذه الفقرات بعدين اعطيكم ديت. اوكي يا جماعه، خلصت الفستان وحطيت ميك اب، صرت مستعده، رحت شيكت على ماما، طلعت نايمه وما حتروح المكتب. ايش حسوي يا رب؟ شكلي اطلب اوبر اروح البحر، حضيع في البحر وما حعرف الاقي اوبر حقي، بس اتس اوكي خلاص، لازم نكون شطار وننجز ونتخطى العقبات. Here's the dress. قلت لك مام حبيته، حسيته ديفرنت عن الاشياء اللي قد خيطتها قبل، يو نو. حالبس معاه في الشنطه، فقس الشنطه، ماني عارفه if I wanna do that او لا كذا، بس ما ادري I don't think it's a good idea. هاخدها معايا البحر وححدد هناك. باي ذا واي، لو انتم من جدة او يعني تعرفوا في جدة، اكتبوا لي في التعليقات ايش في اماكن شكلها مرتب اقدر اصور فيها النتيجة النهائية حق السيارة خيطها. ثانكس بليز. اللي رحت الصحراء عشان ما عرفت فين اصور ريفيل قبل كذا، حي جميل which is مرة كان حلو، بس انه خلاص طب اوكي اوريدي صورت فيه، فما اعرف شي فعاليات بجدة اقدر اصور فيها. فاكتبوا لي بليز في التعليقات اي محل عشان ما بصور الريفيل كذا بس في البيت، انه شوفوا، لا ابا في الشارع، يو نو. اوكي هذا ما حلبسه من البيت، ححطه في الشنطة ونتفاهم هناك. وصلت البحر يا جماعة الساعة 10 الصبح، أنا لابسة كعب ووجهي فيه له فصوص وميك اب. حق أوبر قال لي خلصت فعاليات موسم جدة، قلت له أيوه بس أعتقد حيسوي الشيء عشان الإجازة، قال لي يعني أنت ضمن الفعاليات ماني عارفة أصور، بس الجود ثينج إنه فاضي المحل مرة، شوية الإنكزايتي حتكون أقل. شايفين إيش أسوي عشان أسوي لكم فيديوهات حلوة؟ أخرج في الصبح بفصوص. لقيت محل احس انه شويه مناسب لانه ما في له احد وكذا، يعني في بحر وفي شجر، يعني اقدر اوقف على السور، اوقف في النص واخلي الكاميرا بعيده مع الظلال تسوي اكشن. اوكي يا جماعه، صورت يا الله، حرفيا بس حطيت الكاميرا ورحت قلت بعيد، فجاه الشارع كله صار سيارات وناس تمشي وعوائل، ايش هذا؟ باي باي.
ورجعت على البيت يا جماعة تعبانة تعبانة، الشمس قعدت في راسي لين خلاص يا حر كان مرة. لازم انام، بغسل الميك اب واشيل الفصوص وانام عشان اقدر اصحى احط ميك اب مرة ثانية وفصوص مرة ثانية عشان اروح الايفنت. الحين بس حغسل وجهي، حاخذ قيلولة قيلولة وبعدين نصحى ونجهز ثاني عشان نروح الايفنت. راحت علي نومه وما صحيت بدري، وكانت الخطه اني اصحى واحط ميك اب حلو ومن عارفه دحين ما حطيت ميك اب حلو، كنت بسوي كذا ايلاينر ابيض وحركات. هذا الموفي اللي حنتفرجه ذا جراي مان، دحين حخش اشوفه وحاقول لكم ماي اوبينيون. انت اول انسان يطلع في البلوجات الجديده، والله لي الشرف. هذه احسن انسانه في العالم يا جماعه، حاحط لكم التيك توك حقها في الديسكربشن. أمر أمر مرة ما تفهمين، كنا متدربين على الكلام قبل. والله مو متدربين بس طلعت تلقائيا. القلوب عند بعضها. Say hi. أول مرة تظهري في فلوقاتي الجديدة. دحين حقين نتفرج الفيلم، هذا المنيو حنطلب أكل. أنا حاخذ كلب ساندويتش. You didn't write that down? I'm not gonna write anything down. خلصنا من الموفي يا جماعة. أي أحد يحب الأكشن يروح يتفرج، وأنا مرة حبيت شخصية راين غوسلين لأنه في راسي دائما هو يا مرة رومانسي يا مرة جدي، بس اللي عجبني في هذا الفيلم إنه كان جدي ويضحك في نفس الوقت، فمرة حبيته. وكريس إيفنز في دور الشرير السايكوباث رهيب. لو ما تعرفوا يعني لو مو مرة واضح عندكم، أنا مرة فان لمارفل، منال مارفلس. كريس إيفنز في مخي على قد ما يمثل في أي فيلم في الحياة، في مخي كريس إيفنز هو كابتن أمريكا، فلما أشوفك في دور إنه انت الشرير بدا حبيت الفيلم من جد. روح اشوفه. انا حامسح الميك اب، حلبس بيجامه وحتفضل انام وما اعرف ايش في فعاليات بكره، بس اشوفكم بكره.